هذه هي المساعدات الجديدة اللي ركبتها اللي تسمى بالثري ويل البروفندر. طبعا تجي ثلاث فرارات اصدار جديد، ثلاث فرارات وما شاء الله تبارك الله. انا مركب الاول القديم وهذه الجديدة، لكن في فرق بالراحة وفي كل شيء. الفرارات يعني فعاليتها قوية مرة مرة مرة. هذا الفرار الاسود للمطابق القوي، والفرار الاحمر للبطانيج، وفيه برضو اللي هو المسمار هذا اللي تحت، شوفوه هذا اللي بزوم لكم عليه، هذا تشوفونه الاسود، هذا الفرار حق خروج المساعد، هذا المطامر القوي مرة ما شاء الله تبارك الله جبارة. طبعا سعر الطقم كامل يا ايات ومساعدات الأربعة حول 9000 ريال، وهذا هو المقص الرياضي سعره الحبتين تقريبا 2300 ريال. ان شاء الله تبارك الله لها قرابة الشهر مركبها وشهر ونص. موتري كان عليه النظام القديم مساعدات الفرارات القديمة مركبة من 5 سنوات، وما كان في فرق مرة يعني في الراحة. اذا فريت الفرار ما تحس. الجديدة هذه ما شاء الله من 3 فرارات للأمانة صرت احس في الزفت. الموتر فرق يعني في المطاب، صار مريح مرة. تبيه قاسي اذا طلعت للبر، تبيه مريح في الخط وما شاء الله. اضرب مثال لكم الان، انا خليتها على الين شيء المساعدات الخلفيه، شوف السياره كيف تتحرك على فوق تحت تلعب، لكن بنقسيها الان ونشوف. زايد وفيه ناقص هنا في الفرار، نجي نفر هنا الان بالزايد بالشكل هذا، خلاص هذا يتحكم في خروج الصيخ، هذا هذا المسؤول عن الليونه في السياره، غير الفرار اللي وريتكم قبل شوي. الآن خلينا أقسى شيء في خروج الصيخ، نشوف الفرق مرة تشوفون. ما عاد يلعب، والله ما عاد يلعب أبدا ما شاء الله.